يعني القوة الجوية أعتقد أنه الذهنية ما كانت موجودة، ما حاضرين. دائما أنا أشاهد فريق القوة الجوية فريق شرس داخل الملعب، اليوم ما شاهدته. اليوم العكس صار، فريق الزوراء كان شرس، طموح أكبر، الرغبة الروحية الموجودة، هم رادوا 3 نقاط وكانوا يحصلون عليها بأي لحظة، يحصلون عليها. يعني اللي شاهد الأخطاء اللي موجودة، أنا أشكل على أمور يعني كابتن سعد، إحنا عندنا مشكلة اللي هي منتقل المنتخب الوطني، احنا ما جايين نوجد ضالتنا في هذا المركز، مركز اشباه وسط المدافعين، هاي ضالتنا ما جايين نوجد، احنا الا بحل واحد ممكن انه الفرق تريد تنهي هاي المشكله، ويعني بشكل نسبي انه تلعب 5 مدافعين يلا 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 تنتهي مشكلتنا بالعقم الدفاعي، احنا اللي كان يلعب بها كاتانيش، ليش احنا بدينا نخرج من المباراه ممكن متعادلين ممكن فايزين 1-0، بدينا نحافظ بشكل كبير ممكن انت تنهي مباراه واحد. هاي واحد هي اراده لها حديث. اي فهذا هاي مشاكل يعني انت الشاهد مثلا المباراه السابقه الشيء بالشيء يذكر مثلا يقول لك اكو المستوى الفني للدور عالي، لا مو الدوري الفني عالي صراحه، خلينا نكون واقعيين، احنا لازم مو انتقاصا بس على مود انه الفرق تتحفز للافضل، يعني انت شاهدت مباراه اربيل وكربلاء اللي يشوفه يقول لك مباراه قمه صح، بس هي مباراه الاخطاء، مباراه اخطاء، حارس يخطأ 4 أخطاء ويطلع 4 أهداف وأنت الحارس هو الثقل، يعني الثقل يعني 50 إلى 60% هو الفريق، لأن أنت تعرف الحارس اليوم إذا خطأ هدف، المدافع كذلك زين، وكذلك حارس أربيل. اليوم المباراة اللي هي المفروض أنت تشاهد بها جمل تكتيكية، وهذا السؤال جمل يعني تكتيكية. إحنا اليوم توصف هذه المباراة بالكلاسيكو، توصف بالديربي، قمة هذه الجولة، ظهرت بالمستوى المطلوب فنياً؟ شوف علي، احنا بعض الاحيان نتكلم عن المدربين، يعني المباراه تخرج من المدرب، المباراه اخطا بزج فلان لاعب، بعض الاحيان احنا لعبنا، كان لعبت كلاسيكو الزوراء والجويه والزوراء، يعني لعبت الفريقين، وكابتن سعد لعب دربيات، بعض الاحيان هم لاعبين داخل الملعب يعرفون لازم عندك حلول، المدرب طريقه اللعب.